طبيعي طبعا فوز مستحق للنادي الاهلي، الف مبروك 3 نقاط. النهارده الفريق المصري حاول على قد امكانياته. طبعا الطرد فرق كتير مع الفريق المصري، لكن النادي الاهلي كان هي كانت مساله وقت هيكسب او هيجيب جول، ده كان واضح جدا حتى مع نهايه الشوط الاول، لكن الامور اتسهلت. ادي الهدف الثاني بتاع ده حمدي الهدف فتحي، الثاني بتاع حمدي، بادجي برضو اللي عمل بادجي الكره اللي عمل بالظبط، يعني بادجي يا اما بيحرز يا اما بيعمل اسيست. واضح ان هو يعني خلاص الثقه تماما، خلاص عنده دلوقتي اكتسب ثقه المدير الفني والجماهير. والاهداف دايما يا ايمن، الاهداف خصوصا لراس الحربه هي اللي بتديله الثقه، لكن بادجي اعتقد خد الثقه خلاص تمام دلوقتي، احرزوا هدف النهارده وصنعته الهدف حاجه بتعليه اكتر. لكن نرجع للمباراه، زي بقول لك الطرد الشوط الاول الامور بقت سهله تماما للعيبة النادي الاهلي، تغيير عمر مصطفى بنزول وليد. كمان في حاجه مهمه قوي، توقيت الهدف اللي جه بدري جدا، اول دقيقه من الشوط الثاني تقريبا الموضوع انتهت تماما بالنسبه للمصري، كانت مساله وقت بس. لو عايز على قد ما يقدر ما بقاش اهداء، عايز تطلع حاجه فاصل؟ لا 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 طيب معاك. على قد ما يقدر كان عايز، مش عايز النتيجه تبقى تقيله، عشان كده كان بيحاول بس يا دوب يدافع. يعني تقريبا انا شفت الشناوي الشوط الثاني في الدقيقه 86 لقطه، وشفته هو خارج اطمنت عليه، يعني اطمنت عليه وهو خارج ان هو كويس، وشفته الدقيقه 86 اول ظهور ليه كان في الدقيقه 86 اول ظهور ليه، لكن غير كده الشناوي ما كانش موجود النهارده خالص. ما في الماتش ما فيهوش احداث كتيره، اللي سهل الماتش قوي او المباراه كلها الطرد اللي حصل. اتفقنا كلنا ان جونيور اوجايه بعيد عن مستواه، كان تغييره بين الشوطين كانت حاجه ايجابيه جدا مستر فايلر. احمد الشيخ الشوط الثاني يشتغل اكتر زي ما كان يوسف بيقول ان احنا لازم نستخدم الجناب كويس قوي. الهدف الاول لو شفته ايمن، احمد الشيخ الهاني عملها بالعرض، بادجي في المكان وفي الوقت المناسب، وهدف سهل اكيد، لكن هو التمركز بتاع بادجي طبعا ممتاز. لعبه براسون حربه النهارده كان مدي دايما في كثافه عاديه في نص في ال 18 عندك دايما بادجي موجود، ودايما مروان تكمله حمدي فتحي في الهدف الثاني وليد. اقول الهدف الاول بتاع بادجي يعني بص بالظبط عايزين نتكلم فيه شويه، خصوصا من بدايه من محمد هاني. من البدايه يعني هاتوا من الاول كده، من الاول خالص يا سمير لو سمحت، من بدايه الهجمه. هي البدايه من هاني للشيخ لهاني وهاني كمل هاني لبادجي، لمسه واحده اتعملت، ودي من المرات القليله قوي يا ايمن اللي النادي هي دي اللي النادي الاهلي استخدم فيها الاطراف صح، اللي احنا كلنا صحيح. في الاستوديو طالبنا بيها، انك انت لازم تستخدم الاطراف صح، انك كان عندك اتنين مهاجمين وبيجيدوا العاب الهوا حتى العاب الارضيه كمان هي. فكان لازم تستخدم الاطراف صح، واضح ان مستر فايلر اتكلم فيها خصوصا مع احمد الشيخ. احمد الشيخ كان تقريبا الجنب اليمين ما فيهوش اي خطوره في الشوط الاول، فكان لازم يبقى في تفاهم بينه وبين هاني. وبرده المساحات وضحت في الشوط الثاني بعد الطرد، المساحات برده الطرد ساعدك، لكن الحركه اللي بين الشيخ وهاني اتعملت حلوه قوي، وهاني عملها حلوه قوي. بص بقى الكثافه ايمن بيتكلم عليها، أيوه. واحد اثنين ثلاثه واثنين بره ال 18، فانت عامل كثافه كويسه قوي. لعيبه المصري كتير بس ما فيش حد ماسك حد كالعاده، يعني انت عندك زحمه دفاعيه كمان، يعني ثلاثه اهلي في سته من المصري، لكن كل واحد بعيد عن الثاني باثنين ثلاثه متر اتفضل، وكلهم باصين على الكوره. ما هي دي الافه اللي موجوده في المدافعين عامه، في المدافعين في الكوره المصريه، انه عينه على الكوره لكن مش عينه على اللي هيجيب الجول. يعني الكوره دي مش تخش جول لوحدها، يعني استحاله ان هاني دوب لحقها بالعافيه. لكن يحسب لبادجي انه قطع على الزاويه الاولى، وكان مروان على الثانيه، وكان في تقريبا وليد، وبره موجود كان حمدي فتحي كان موجود بره. فطبعا الهدف ده كمان يا ايمن سهل امور تماما لعيبه النادي الاهلي، مباراه خلاص ما فيهاش اي مشكله، مفيش اي مشاكل لعيبه النادي المصري. زي بقول لك كمان جه بدري توقيته، انا بقول لك توقيته طبعا ممتاز، توقيت الهدف حلو قوي، توقيت الطرد كمان في نهايه الشوط الاول المهمه بقت اسهل لعيبه النادي الاهلي، بقت في صعوبه لكابتن طارق ولعيبته في الحاله اللي هم فيها دي. زي بقول لك انا متاكد ان لعيبه المصري بعد الهدف ده او بعد الهدف التاني يعني التاني كان بيتمنوا الوقت يعدي بسرعه، لان خلاص هم بدنيا مش قادرين، المساحات موجوده، مش عايزين نتيجه تبقى اكتر من اتنين، مش مقبول. هنا بص الخطوه اللي خدها بظهره، هو خد خطوه صح، ده اللي انا لسه عايز اكلمك فيه. بص الفورورد عمل ايه، هي خد خطوه، يعني هو خد خطوه لقدام ورجع ورا تاني بالزبط. فتح لنفسه الزاويه، عملها حلوه قوي طبعا، ودي يحسب له على فكره ان هو تحركه في ال 18 او الصندوق زي ما بيقولوا بوعي قوي، وعارف دايما الكوره رايحه فين، وهو بيروح للكوره. غير كده مفيش احداث كتير يا ايمن. انا بص هو خد خطوه لقدام، بص رجعها تاني، بس هي دي الخطوه اللي ورا دي، هي بالظبط كده
70% من الهدف. صح. اديت له وقت واديت له مساحه كويس قوي ان هو يعملها برجله اليمين في الزاويه البعيده. صحيح. هدف معمول حلو. صحيح. يحسب البادج التحرك زي ما بقول لك، وهدف حلو. الراجل عنده ثقه في نفسه وكثافه عدديه ممتازه لعيبه النادي الاهلي، زحمه دفاعيه من لعيبه مصر، ما كانش حد ماسك حد. مبروك النادي الاهلي، ثلاث نقاط مهمين في الـ في الـ طبعاً. في طريق الدوري اكيد طبعاً. واكيد مستر فايلر النهارده برده اطمن على بعض اللعيبه النهارده، الحمد لله على السلامه صالح حتى لو الوقت قليل قوي، لكن نزوله في الملعب ووجوده ورجوعه تاني الملعب حاجه كانت مهمه ليه هو اساسا، يكتسب الثقه تاني الملعب ويعرف ان الراجل بيفكر فيه، ودي حاجه على فكره ايجابيه جدا النهارده حتى لو دقيقه. صح. كنا كلنا بنقول يا ايمن حتى لو نزل دقيقه الملعب النهارده، لكن وجوده كانت حاجه مهمه. مظبوط. ثلاث نقاط مستحقين للنادي الاهلي، وهارد لك نادي المصري، حاول على قد امكانياته والظروف اللي هو فيها. كابتن محمد، شفت المباراه ازاي من